اتفاقية مشتركة أبرمها في بغداد برنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية في العراق بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى تقليل آثار تدهور المناخ في المناطق الزراعية فضلا عن دعم الفلاحين ومساعدتهم في تحسين فرص العيش. هذا البرنامج عبارة عن شراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الوطنية وبرنامج الغذاء العالمي بحوالي 15 مليون دولار، والهدف هو مساعدة المزارعين في جميع أنحاء البلاد على التعامل مع تغير المناخ أو مواجهته واتخاذ الخطوات اللازمة لتكييف تقنياتهم الزراعية. يتيح لهم هذا البرنامج الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول موارد المياه وتوافرها حتى يتمكن من اتخاذ القرارات. حفل توقيع الاتفاقية شهد حضور وزيرين عراقيين بجانب ممثلين عن السفارة الأمريكية ومنظمات معنية وفلاحين. وزارة الزراعة أشارت إلى أهمية مساهمة منظمات وجهات غير محلية في تقليل آثار المناخ وتقديم الدعم للعراق في مكافحة التصحر وما ينتج عنه. 4 أهداف لهذا البرنامج تتمثل خلاصتها ب رفع القدرة للمؤسسات الحكومية على التعامل مع التغيرات المناخية من ناحية استخدام وتطوير المحطات الزراعية للأرصاد واستخدام الداتا في خدمة المزارعين وخدمة الزراعة، وما يقتضي هذا من تدريب للكوادر وتوفير معدات وأدوات خاصة بهذا المجال، وأيضا ما يتعلق باستخدام المياه عن طريق استهداف وتجميع المزارعين فيما يسمى بجمعيات مستخدمي المياه. تشير دراسات لمراكز مختصة أن التصحر ابتلع 70% من الأراضي الزراعية العراقية وهو في توسع مستمر، إذ يقضب نحو 100,000 دونم سنويا نتيجة انحسار إطلاقات المياه من تركيا وإيران بجانب جفاف أنهر كانت تمثل شريان حياة لتلك الأراضي التي تحولت إلى قاحلة. تحاول الجهات المعنية تدارك الأزمة بإطلاق استراتيجية تشجير في مسعى للقضاء على التصحر قدر الإمكان، والذي تترجم آثاره السلبية في الواقع من خلال إفراغ المناطق الريفية من السكان بجانب عوامل غير بشرية كقلة الموارد المائية والتعرية والنشاط الزراعي الخاطئ. من بغداد، سلمى دلقاص، الحرة.